شرفنا اليوم بلقاء مع معالي النقيب سامح عاشور، نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، لإعلان تضامن الكامل من لجنة الحريات مع سيادة النقيب في جلسة 15-1. والحقيقة ان احنا بنسمي الموقف المعالي النقيب في انه هو اللي هيحضر الجلسة بشخصه وهيترافع عن النقابة، لانه ده موقف مبدئي وايضا بيؤكد على انه دائما هو الفارس الاول في نقابة المحامين هو نقيب المحامين سامح عاشور، بيدافع عن قضايا النقابة وبيدافع عن شخصه وصفته ايضا في هذا اليوم. كلنا حوالين النقيب ومعاه مجلس النقابة بالكامل، كافة لجان النقابة بتؤيد النقيب. الحقيقة يوم وموقف اعتقد لن يتكرر كثيرا، ولكن هنعطي فيه درس كيف تكون نقابة المحامين، وانه كل القرارات اللي صدرت عن مجلس نقابة المحامين هي قرارات مجلس نقابة وقرارات جمعية عمومية ايضا مستندة الى الجمعية العمومية، وبالتالي وان كان النقيب يمثل النقابة الا انه ليس وحده في هذا الموقف، نحن جميعا معه ولن نتراجع عن قرار اتخذناه بعد دراسة. وحقيقة كل الزملاء يعني متواجدين يوم الجلسة، وربنا يوفق ان شاء الله بإذن الله. اليوم مجموعة من المكتب التنفيذي لحريات المحامين حضرت إلى مكتب السيادة النقيب سامح عاشور رئيس نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب للوقوف معه في الحكم الصادر المخالف للقانون والذي تحرك على خلاف القانون، الوقوف معه بحضور لأنه بحضور الجلسة المقبلة بإذن الله ضد هذا الحكم الذي يعني لا يقبله اي محامي من محامي مصر، حيث ان هذا الحكم يعتبروه حكم على كل المحامين. وبالتالي حضروا اليوم لاعلامهم بانهم باذن الله سيكونوا حاضرين هذه الجلسه للدفاع ورفض هذا الحكم. وطبعا معنا الزملاء الاخرين في اعضاء مكتب تنفيذي، يعني نترك لهم الحديث لتكمله الحوار. قولا واحدا، سامح بك عاشور قيمة وقامة ولن نتخلى عنه، وسيظهر ذلك جليا يوم 15-1 إن شاء الله. حضرت النهاردة الحقيقة وشرفت بلقاء فخامة النقيب الأستاذ سامح عاشور نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، عشان أعبر زي كثير من المحامين أقدر أقول كمان كافة محامين مصر، وأؤكد ويعني أتضامن مع سيادة النقيب في ظل الحكم الصادر اللي أنا شايف إنه هو الحقيقة خالف أحكام القانون الحقيقة في الواقع. وده طبعا سيادة النقيب فضل ويعني إنه هو يترافع ويؤكد هذا الأمر، ودي متروكة لسيادته خاصة وهو على رأس النقابة. الحقيقة يعني فخامة النقيب يعني هو معلم للكثيرين الحقيقة، وفي أجيال الحقيقة بتؤكد على هذا خاصة، وإن هو الحقيقة لم أجد في مصر من قبل نقيبا يحتوي كافة المحامين تحت جناحيه الحقيقة سوى الأستاذ سامح عاشور. والحكم ده أنا شايف إن هو يجب إن هو يوضع وسام على نقابة المحامين أنها كانت تدافع بواسطة نقيبها عن نفسها وعن محاميها من يمارسون ويشتغلون بمهنة المحاماة بالفعل. وأنا يعني الحقيقة بعبر بكل مشاعري وبؤكد على أننا كلنا جموع محامين فداء لسيادة النقيب، وأننا وراءه صفا واحدا لا يمكن أن يفتتنا أي أحد. انا جيت هنا النهارده طبعا شرفت بلقاء السيد النقيب، وطبعا مش هطول عليكم، زمايلي قالوا ما في الكبار تزيد الكبار، فانا جيت متضامن مع السيد النقيب ان شاء الله من المنوفيه، وكل المنوفيه اهل المنوفيه متضامنين، والساده الزملاء متضامنين مع يوم الجلسه ان شاء الله. اليوم تشرفنا بلقاء النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب، وجئنا هنا له للتضامن معه، وأن هذا الحكم يعتبر اعتداء سافر على كل محامي وليس النقيب العام فقط، فجئنا للتضامن معه
ونحن كلنا في هذا التوقيت بنتفادى وننسى كل الخلافات من أجل النقابة العامة للمحامين والحفاظ على كيان النقابة العامة للمحامين. وهنا احنا جئنا لأن النقيب العام كان بيدافع عن قرارات الجمعية العمومية وليس قرار شخصي. النقيب العام كان بينفذ قرارات الجمعية العمومية من خلال مجلس النقابة العام ومن خلال رئيسه لاتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين. فجئنا هنا للتضامن معه